السلام عليكم. مفيش شك ان كلنا نفسنا الاراضي اللي احنا بنزرع عليها تكون خصبه، لكن عشان الارض تكون خصبه بتتوقف على ثلاث عوامل: كثافه الارض، البي اتش، ودرجه الملوحه. ولو كل الشروط دي متظبطه يبقى الارض بتاعتنا هتكون خصبه، بمعنى ان الارض هتساعد النباتات ان هي تنمو بسرعه، وبالتالي الفلاح هيكون مبسوط. كل ده ممكن تعمله باشكال مختلفه، لكن احد ابسط الاشكال دي هي دوده الارض. تواجد دوده الارض مفيد للارض لانها بتعمل حاجه حلوه اثناء حياتها، بتاكل ورق الشجر الميت اللي موجود على سطح الارض، واثناء ما هي بتحفر عشان تبني عشوشها بتعمل زي الناس، او تكنيكلي في حاله الدود بتعمل زي الدود. والشيء الناتج من عمليه الاخراج يعتبر مفيد جدا للتربه وبيرجع لها اغلب المواد الغذائيه اللي فيها، زائد ان الدوده وهي ماشيه في التربه بتعمل انابيب اكترها رفيع جدا، فبتساعد على ان الارض تبقى مهويه. لكن على الرغم من كل المميزات اللي بتقدمها لنا دودة الأرض، إلا إن في مناطق على سطح الأرض وجود دودة الأرض فيها ممكن يكون مشكلة بيئية. من آلاف السنين الغابات بتاعت أمريكا الشمالية كانت حاجة مدهشة، الأشجار كثيفة ومتشابكة وعددها كبير جدا نتيجة إن مفيش دود. نشرح الموضوع مع بعض. أشجار الغابات دي نتيجة كثافتها كانت بتوقع ورق الشجر بتاعها على الأرض، وبالتالي تراكم الورق دوت على بعضه وعمل حاجة زي عازل على سطح التربة، ودي حاجة منعت كائنات زي الأرانب إن هي تاكل الأشجار اللي لسه طالعة وهي صغيرة، فبالتالي كان في فرصة كويسة جدا للأشجار دي إن هي تنمو. لكن في يوم أخبر ما يعلم بيه ربنا راحوا محتلين للاراضي، وطبعا المحتل بيبقى عايز يصطاد سمك من البحر. ولو انت ما تعرفش، دوده الارض بتساوي طعم، والدوده اللي حجمها صغير جدا قدرت تعدي العازل بتاع ورق الشجر اللي اتكلمنا عليه من شويه وتوصل لسطح التربه، وبالتالي ما بقاش فيه شجر جديد في الغابات دي، لان اشجار الغابات وهي صغيره تعتبر وليمه جميله جدا للديدان، ودي حاجه تقلق لان الاشجار دي لما تعجز وتموت الاوراق هتقل، فبالتالي العازل اللي كان منع حيوانات ثانيه زي الارانب اللي اتكلمنا عليها من شويه انها تاكل الاشجار الصغيره ما بقاش موجود، والنتيجه هتكون ان الغابات تنتهي والارض بتاعتنا بقت غنيه بالديدان. فبالتالي الارض في الحاله دي بقت ارض خصبه لنمو الحشائش مش الاشجار بتاعت الغابات. وهنا ممكن نستغل المعلومات دي في اننا نعمل اسقاط حلو، ان الحاجه اللي بتفيد مكان ممكن تكون صغيره جدا لدرجه ان احنا مكملين دورها، ونفس الوجود لنفس الشيء في مكان تاني ممكن يكون سبب في دماره. ما تبقاش زومبي، واعمل شير للحلقه وقول لنا رايك في الكومنتس. السلام عليكم.